بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 6، نشوف المقطع 11. شوفي turbulent flow in tubes rough surfaces. هلا نتكلم عن إيش؟ turbulent flow in tubes، لكن في البداية نتكلم بس عن smooth tubes. The friction factor in turbulent flow can be determined from the explicit بتوك اوف اكويشنز. يقترح علينا هذه المعادلة بالنسبة للرينولز، طبعا التيربلنت تكون أكبر من 10 قوة 4. النيسلت نمبر فيه معادلة أخرى أو أنالوجي تعطينا بدلالتش بدلالة الفريكشن فاكتور. لاحظ نفس هذه المعادلة اللي كانت عندنا، يقول لك إنه هذه الفريكشن فاكتور اللي هو السمبل باور لو ريليشن، هذه ممكن لو عوضت بها مباشرة داخلها ايش تعطينا؟ لاحظ حتعطينا مباشرة هذه المعادلة زيرو اللي هي المشهورة نيسلت equal 0.023 رينولدز البرانت. طبعا هنا يجب ان نحط شرط على البرانت انه يكون اكبر من صفر راس اكبر يساوي من 0.7 واقل من 160. هذه نسميها كولبرن equations. في هذه المعادلة ممكن ناخذها نزود لها الدقة تبعها الأكيوريسي، يتم تحسينها عن طريق إيش؟ عن طريق إنه هذه الواحد على ثلاثة الموجودة عندي هنا عوضنا عنها بأن، لكن الأن هذه تتغير. إذا كنا في حالة heating تدفئة نستخدم الأن تساوي 0.4، أما إذا كان في حالة cooling نستخدم الأن تساوي 0.3. هذه النيسلت اللي هي كانت عندنا شوي يقول لك هذا نيسلت نمبر ريليشن ابوف ار فيرلي سمبل، يعني هذه فعلا سهلة جدا وما فيها تعقدات، ما فيها الا الرينولت والبرانت. But they may give error، يعني فيها نسبة خطأ 25%. هذه نسبة الخطأ ممكن نقللها الى 10% باستخدام البيتكوف اكويشن اللي هي فعلا يعني ممكن نعتبرها شوية معقدة لكنها أدق. لاحظي شوية أكثر تعقد لأنه فيها إيش؟ فيها هنا الفريكشن فاكتور الرينولد والبرانتل، فيها الفريكشن فاكتور، هذه المعادلة أكثر تعقيد شوي. بالنسبة هلا ودنا نشوف الرف سيرفيسز لما يكون الأسطح خشنة، في عندنا الريلاتيف رفنس اللي هي أبسلون أوفر دي. نتكلم عن فولي ديفلوبد تيربلنت بايب فلو، تكون عندنا الفريكشن فاكتور لها هذه المعادلة كوليبروك اكويشن. هذه المعادلة نفسها ممكن يتم تقريبها يعني أو تبسيطها approximate explicit relation for F is given by هالاند، ويقول لك هنا صارت المعادلة لكن هي تقريب هي شيء ما ولكنها مبسطة أكثر. لاحظ هنا ما في الفريكشن فاكتور، هنا لا، في عندنا بس الريلاتيف رفنس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.